بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهاردة هنكمل الأوفر كارنت ريليج، ودي المحاضرة نمرة 12، وإن شاء الله هنكمل عليها الجزء الأولاني من الديستنس ريليج. احنا اتكلمنا قبل كده إن السيستم كل ما الفولت ليفل والشورت سيركت ليفل يزيد بنتحرك من فيوز الى بروتكتيف ريلي، وقلنا ان البروتكتيف ريلي اللي احنا اتكلمنا عنه قلنا ان هو اما ديفينيت او هو انفيرس وديفينيت. وقلنا مشكلة الانفيرس ديفينيت اوفر كارنت ريلي ان كل ما قرب للمحطة او للسورس الشورت سيركت يزيد. وايه اللي بيحصل لو انا استخدمت الانفيرس ديفينيت؟ الكليرنج تايم بتاع الفولت بيزيد، وبناء عليه الريبير تايم بيزيد والدمج بيزيد والداون تايم او الانتربشن بتاع الباور سبلاي بيزيد. عشان كده ضفنا الانستانتينيوس اوفر كارنت ريلي. فاحنا هنشرح الوقت الانستانتينيوس اوفر كارنت ريلي. الانستانتينيوس اوفر كارنت ريلي ملوش علاقه اطلاقا، ما ملوش اي علاقه بالماكسيمم لود في الخطوط اطلاقا. امال ايه هو الشروط بتاعته؟ ان الانستانتينيوس اوفر كارنت ريلي لو حطيته في ايه المفروض هو يفصل انستانتينيوسلي لاي فولت من ال بي او لاكبر جزء ممكن من A لو الفولت حصل بين A و B. ليه؟ لانه الشرط بتاعه ان لو حصل فولت في المنطقة دي اللي هو قدامه على طول في B المفروض هو ما يشتغلش عليها. يبقى المفروض الاوفر كارنت ريلي الانستانتينيوس اوفر كارنت ريلي ما يحصلوش اوفر ريتش، يعني ما يشتغلش للنكست باس فولت، لان النكست باس فولت المفروض الريلي بتاعه هو اللي ايه يشتغل. يبقى الانستانتينيوس اوفر كارنت ريلي ما هوش باك اب لاي ريلي قدامه، دي اول حاجه. يبقى اذا المفروض السيتنج بتاع هذا الريلي ما يبقاش يساوي او اقل من الماكسيمم شورت سيركت اللي موجود على الباسبار اللي قدامه اللي هو بتاع ريموت اند. امال ايه؟ امال السيتنج بتاعه لازم يبقى اكبر من هذا الشورت سيركت عشان امنع الاوفر ريتش. ده اول كونديشن، ماشي كده. الحاجه الثانيه ان انا اختبره بقى، هل هو هيشتغل عند المينيمم شورت سيركت عند ريلي لوكيشن ولا لا؟ والله لو اشتغل جود اند ويل، لو ما اشتغلش يبقى دي بتتوقف على البوليسي والريلابيليتي اندكس اللي الوتيلتي مستخدماها واهميه المكان او الاليمنت اللي انا بحمل له حمايه. وده الكلام ده هنشرحه بالتفصيل بعد كده. فالابلكيشن بتاعته بنقول لها ايه؟ سنس ان ان انفيرس اوفر كارنت ريلي ذا كلوزر ذا فولت، الفولت لما يبقى كلوزر تو ذا سورس ذا جريتر ذا فولت كارنت، فولت كارنت بيزيد. وبس ايه اللي يحصل عشان يحصل له كليرنج؟ الكليرنج تايم بيزيد لونجر، تريبنج تايم اللي هو كليرنج تايم. ده انستانتينس اوفر كارنت از ابلايد في الحاله دي بس بالشرط اللي انا قلت لكم عليه. The instantaneous overcurrent protection is added to reduce. ليه بحطه؟ عشان reduce the period of the short circuit current، عشان أقلل زمن
تواجد الماكسيمم شورت سيركت كارنت في الدايره سينس ذا فولت كارنت انكريز، عشان الفولت كارنت بيكريز وين ذا فولت موفد توورد ذا سورس as shown before in order to reduce the damage and the downtime and the cost of the equipment. setting rule احنا قلنا اهو ان انا عاوز اعمل حط اوفر كرنت ريلي انستانتينس اوفر كرنت ريلي اللي هو الرمز 50 ده انستانتينس اوفر كرنت ريلي عاوز احطه وعاوز اشوف احطه على اي باسبار على اي مكان. The relay must be set not to overreach the bus at the remote end. يعني الريلي اللي احطه هنا ما يشوفش الماكسيمم فولت هنا، والريلي اللي احطه هنا ما يشوفش الماكسيمم فولت اللي هنا، والريلي اللي احطه هنا ما يشوفش الماكسيمم فولت في الريموت اند بس بار. This will prevent the relay from operating for fault beyond the end of the line. يعني ده يمنع من انه يشتغل لفولت خارج حدود الزون بتاعه. At the same time will provide high speed protection for an applicable portion of the circuit. يعني مش لازم هو يغطي الـ AB كله، ممكن يغطي 70% 80% 90% 50%، ده حسب البوليسي بتاعت اليوتيليتي. Instantaneous relay by definition cannot coordinate with each other. ما بعملش coordination بينهم بعض لانه كلهم بيشتغلوا حسب السيتنج اللي انت هتحطه بيشتغل في وقت واحد، فما فيش له coordination بالنسبة للانفرانت بتاعه زي الـ inverse definite over current relay with each other and must be set so as not to overreach their end. وكمان ايه مكان المفروض ما يعملش overreach للنكست باص او للريموت باص. تاني حاجة ان اللود بتاعي ما هوش function في الشورت سيركت لان هو بيشتغل على الشورت سيركت كرنت، وطبعا التيار بتاع الشورت سيركت كرنت بيبقى كبير جدا عن اللود وبناء عليه ما بيأثرش على السيتنج اطلاقا. The instantaneous relay must not see beyond its own line section. مظبوط. The value for which it must operate at a very much higher than the emergency load. Load is not usually considered. يبقى في لما تيجي تعمل setting للinstantaneous over current relay ملوش دعوة بمين بالemergency maximum short maximum load current. ده ترانزيت، انت بس انت بتتكلم دلوقتي على الانستانتينيوس يعني ماكسيمم شورت سيركت، يعني الشورت سيركت انت هتشتغل انستانتينيوس يعني بسرعه، يعني معنى كده ان ممكن يتاثر. لازم تحسب تاثير الدي سي اوفست اللي بيظهر في الايه في الشورت سيركت كارنت لان الاوبريتنج تايم قليل جدا والدي سي اس دي سي يبقى موجود. ففي الترانزيت اوفر ترانزيت اوفر ريتش يعني زياده في التيار نتيجه الدي سي اوفست اللي هي اكس على ار ماست بي كونسيدر ديورنج ديترماين ذا سيتنج اوف سي 50. يعني ده ممكن في هذا الريلي لو الاوبريتنج تايم بتاعه وزن التايم كونستانت بتاع الدي سي اوفست يبقى اذا لازم تاخده في الاعتبار، وده ممكن نحسبه وناخده في الاعتبار في ال 50 هرتز في ال 50 ريلي يعني في الانستانتينيوس اوفر كرنت ريلي. الرول بتاعنا هنا ايه؟ if it is therefore common to set an instantaneous relay about setting the pickup بتاعه بيساوي 125 ل 135 of the maximum value for which the relay should not operate. الريلي should not operate فين؟ الريلي should not operate للماكسيمم فولت في البي. مظبوط؟ يبقى السيتنج اهو لازم تبقى 100 اكتر من 125 ل 135 الماكسيمم فولت في الريموت اند. ماشي كده واضحه؟ ده في مين؟ في الكونفنشنال ريلي اللي هو الالكتروماجنتيك ريلي او الكونفنشنال ريلي. انما في الديجيتال ريلي الحمد لله الديجيتال ريلي بقى الوقت هو في كل مكان، فبيبقى السيتنج 110
في المية بس، بدل ما 125% 35 maximum short circuit of the remote end maximum short circuit، و 90% of the minimum value for which the relay should operate. المينيمم فاليو should operate يعني ايه؟ يعني المينيمم فاليو ان هو بتاع الشورت سيركت اللي عند الريلي لوكيشن، الريلي المفروض ايه؟ يشتغل عند 90%. والله لو اشتغل عند 90% عند المينيمم ريلي يبقى ممتاز جدا، لو ما اشتغلش يبقى انا ابص بقى لموضوع الشورت سيركت واشوف لو هو ما اشتغلش الانستنتينيوس، طيب الانفيرس اوفر كارنت ريلي هيشتغل في وقت قد ايه؟ هل هتتحمله الاكويبمنت والشورت سيركت بحيث ان هو يعمل يتحمل الهيت اللي موجود ولا لا؟ ده بتتوقف على المهندس الحماية. يبقى السيتنج رول بقول ايه؟ بقول الاي بيك اب بيبقى من 125 ل 135% من الماكسيمم ات ريموت اند، اللي هي لو انا بستخدم الكتروميكانيكال ريلي، لو انا بستخدم ديجيتال ريلي يبقى 1.1 اللي هو 110%. واند شود بي اف بي اف بوسيبل، لو ممكن ان هي تبيك اب اقل من او يساوي 90% او 9/10 من المينيمم شورت سيركت ات ذا ريلي لوكيشن. فهنا شويه كاركترستيك بقى لكل اوفر كارنت ريلي. ده الانفيرس اوفر كارنت ريلي اهو، اللي بعده واللي بعده واللي بعده، كل ما قرب شورت سيركت زي ما انتم شايفين اهو ليفل بيزيد، يبقى بس الكليرنج تايم بتاعي في الانفيرس كاركتر تايم دايل اوفر كارنت ريلي او تايم ديلي اوفر كارنت ريلي، الكليرنج تايم بيزيد. فانا بحط انستنتينيوس اوفر كارنت ريلي اهو، شوف اهو اهو كاركترستيك دي. يبقى انا معنى كده الهيت اللي بتظهر ده كلها اعفي الاكويبمنت دي من ان هي تتعرض لها. ولما تيجي تبص ما فيش كوردينيشن بين الانستنتينيوس ريلي في ايه لو الكاركترستيك بتاعته اهي، وده الكاركترستيك بتاعته اهي معايا، وده الكاركترستيك بتاعته اهي، فما فيش كوردينيشن بينهم. نبص الكاركترستيك اللي بعد كده، هذا الانستنتينيوس اهو وده ادجستب، بتبقى اي ان اي نومينال، وده الديفينيت تايم اوفر كارنت ريلي، ادي الديفينيت تايم، ادي التايم وده الكارنت، وادجست ده فوق وتحت على اساس ايه؟ اشوف ده الانفيرس كاركترستيك زي ما انتم عارفين، هذا الانفيرس كاركترستيك، ده الانفيرس والانستنتينيوس اوفر كارنت ريلي، ادي انفيرس وده انستنتينيوس اوفر كارنت ريلي، ده انفيرس ديفينيت انستنتينيوس، وده متاح النهارده الحمد لله في الديجيتال ريلي. فحاوزين الرول بقى دلوقتي نحطها ونختبرها. فبنقول احنا خلاص اهو عرفنا ان كل ما قرب للشورت سيركت للسورس تيار الشورت سيركت بيزيد، وده السبب اللي انا بعمل انستنتينيوس اوفر كارنت ريلي عشان ما ايه ما اخليش الشبكه تتعرض لماكسيمم شورت سيركت للونج ايه للونج تايم. فقلنا ان السيتنج بتساوي ايه؟ السيتنج هنا الاي بيك اب بتساوي اكبر من 125 ل 135 ماكسيمم ات ريموت اند، ولو في الكونفنشنال ريلي، انما في الديجيتال ريلي بتساوي 110 هنا. وبعدين تشيك ذا ريلي بيرفورمانس ات ذا ماكسيمم شورت سيركت كارنت ات ذا ريلي لوكيشن، نشوف الشورت سيركت كارنت ات ذا ريلي لوكيشن شكله ايه. يعني هنا جبت خلاص انت 125% او 135 او 110% من الماكسيمم شورت سيركت اي بي، تشوف بقى هنا النسبه بين هذه السيتنج والماكسيمم شورت سيركت عند البصبار ايه. هتقوم جايب التيار اللي مر في الماكسيمم شورت سيركت عند ايه وتقسمه على السيتنج اللي انت جبتها، يطلع لك نسبه هتطلع اكتر من واحد، لان شورت سيركت بيزيد اهو، شورت سيركت هنا قيمته كده، شورت سيركت بتاعنا كان بقى كده، هتطلع اكتر من ايه؟ من واحد. فلما لو طلعت اكتر من واحد يبقى هيبقى عندك كانها ايه؟ والله لو طلعت اتنين يبقى 100%
الخط ده ايه الانستانتينيوس هيغطي من A لB. ليه؟ لان القيمة بين الماكسيمم شورت سيركت على الماكسيمم شورت على السيتنج اللي هي بتساوي 125% 135% من الماكسيمم كرنت عند البي، لو قسمتهم على بعض وطلعت قيمة مثلا واي، هنطرح من واي واحد اللي هو الخط ده واحد، يبقى اذا معنى كده القيمة هتبقى هي دي النسبة اللي من الخط اللي ممكن تتحمى في الماكسيمم شورت سيركت عليه. يعني ايه؟ يعني هنا زين تشيك ذا ريلي برفورمانس ات ذا ماكسيمم شورت سيركت ات ذا ريلوكيشن، جبناها. هنجيب الاي شورت سيركت ماكسيمم ذا ريلوكيشن هنقسمه على الاي بيك اب، يطلع لك قيمه مثلا سي واي. الواي دي اكيد هتطلع اكتر من ايه؟ من واحد. لو طرحت واي طرحت منها واحد وضربته في 100% ده هيطلع البروتكتد لاين اونلي، البروتكتد بورشن من اللاين اللي الايه الفيفتي ريلي هيقدر ايه يبيك اب لو الفولت فيها، يعني ممكن 50% 60% 70%. طب لو فرضنا ان هي طلعت 20 30%، ده تتوقف بقى على حاجتين، على اهمية الاكويبمنت اللي انت بتحميها والسبيسيفيكيشن والداتا نيم بليت بتاعها والمواصفات بتاعتها والبولوسي بتاعت الشبكة. معايا؟ اهمية الاكويبمنت والسبيسيفيكيشن بتاعتها والبولوسي بتاعت الشبكة. Then check the relay performance at the minimum short circuit at the relay location اللي هي مثلا اكس، اكيد هتطلع اقل من ايه؟ من واحد. ليه؟ لان البيك اب معتمد على الماكسيمم فين؟ في الايه؟ في الريموت اند، ومش الماكسيمم بس، ده الماكسيمم مضروب في 1.25 او 1.35. فلو اكس اقل من واحد يبقى اذا احنا هنا الماكسيمم المينيموم شورت سيركت الريلي مش هيشتغل الانستانتينيوس، امال اللي هيشتغل كده الانفيرس ديفينيت اوفر كرنت ريلي بدل انستانتينيوس. فهناخد مثال، المثال ده بيقول ايه؟ بيقول ان احنا عندنا حمل اهو، عندنا شبكه راديال، وعاوزين نشوف الايه الانستانتينيوس ريلي اللي ممكن يتحط في A أو B بالمواصفات ده، اللود 350 وعطي لك الشورت سيركت عند كل باصبار. فعاوزين هنطبق المعادلات، هنجيب الأول مين؟ ندرس أي الإيه الباصبار B، هنحط فيه 50 ريلي، ندرسه ال 50 ريلي ده السيتنج بتاعته هتبقى 1.25% أو 1.35% من الماكسيموم بتاع الريموت إند أهو. يبقى 1.35% في 1000، يبقى ده السيتنج. عاوزين واي اللي هو الاطول عشان نجيب منها اطول او المسافه اللي ممكن اغطيها بالماكسيمم ريلي في اثناء الماكسيمم فولت في السكشن ده اللي هو البروتكتد ده بواسطه الانستنس ريلي اللي انا احطه عند بي. يبقى هقسم السيتنج اللي هي 135 على 1500 واشوف واي هتطلع ايه. ادها هو جاب 135 في 1000. ليه؟ لان 1000 ليه؟ لان 1000 هو الماكسيمم عند الريموت اند. ماشي، نيجي يبقى طلعت 1350. هنقسم ال 1350 ده، هنقسم الماكسيمم فولت اللي هو هنا 1500 على 1350، يطلع لك النسبه في المية اللي ممكن، واطرحها من الواحد يطلع لك النسبة اللي هي 11% من الخط هقدر انا احميه بس. يبقى هنتشيك الاول هنا، هو تشيك هنا الاول to see how the relay will operate for a minimum fault، عاوز يشوفه عند الايه عند بي في المينيمم اللي هو هنا، عاوز يشوفه عند المينيمم يعني عند 800. يبقى هيبقى 800 على 1350، يبقى اكس هتطلع اقل من واحد، يبقى اذا مش هيشتغل الريلي هنا، مش هيشتغل اطلاقا لو انا عملت له السيتنج ب 1350، لان الماكسيمم المينيمم شورت سيركت ات ذا ريلي لوكيشن 800 بس. يبقى اذا الريلي مش هيشتغل انستانتينيس ريلي لو انا حطيته. طب نشوف هل هو هيشتغل عند الايه
عند الماكسيموم شورت سيركت عند بي، الماكسيموم شورت سيركت عند بي 1500، يبقى 1500 على 1350 اللي هي البيك اب هتطلع 1.11 من 100. دي واي، الواي دي اطرحها من 1 واضربها في 100 تطلع 11%، يبقى ريلي يعني يا دوب هيبيك اب على كام؟ على 11%. يعني حقيقي لو الفولت في 11% من الخط هنا اهو 11% كده، الريلي ده يشوفه لو الكونفيجريشن بتدي لك الماكسيمم شورت سيركت، احطه ولا ما احطوش تبع الايه السيستم بتاعنا واليوتيليتي بتاعتنا. بس هو مادام هو هنا ما هوش في الشبكه وهو راديال ما بنستخدموش ريجكت. This provides very little line protection and an instantaneous relay would not be recommended in this station. نشوف RAB relay instantaneous بتاع RAB، نجيب السيتنج 135 في الماكسيمم ات ريموت اند اللي هي كانت كام؟ 1500 اللي في الريموت اند اللي هي ده اهي. عاوزين انا عاوز عند ايه؟ مش عاوزه يعمل اوفر ريتش عند بي، يبقى لازم السيتنج عند ايه تبقى اكبر من بي ب 1.25 او 1.35 لو ايه؟ لو هو كونفنشن. طبعا انا لو ما قلت لك الريلي ديجيتال اللي انا بستخدمه لازم تستخدم 110، انما لو سكت انت حر بقى عاوز تستخدمه 110 از يو لايك او تستخدمه من 125 ل 135 از يو لايك. فهنا هيبقى هنا انا استخدمت كونفنشنال، يبقى البيك اب فاليو بتاعتي هتطلع 1.35% في 1500 تطلع 2025. اقسم الشورت سيركت عند ايه، ماكسيمم شورت سيركت عند ايه اللي هي كام؟ اللي هي اهو 3000. 3000 ده اقسمه على مين؟ على البيك اب فاليو اللي هو السيتنج بتاعتي دي، هتطلع لك 1.48. يبقى واي في الحاله دي هتطلع كام؟ 48%. يعني انا هحمل خط ب 48% بس. الخط ده بتتوقف على مين؟ على المهندس اللي انت هتشتغل معاه، واليوتيليتي هل اليوتيليتي والمواصفات بتاع الاكويبمنت تتحمل ان التيار ده يستنى التيار ده يستمر في الشبكه لغايه ما الانفيرس اوفر كارنت اللي يشتغل ولا لا؟ لو لا يبقى اذا لازم ايه؟ احط الايه؟ انستول هذا الريلي رغم ان التكلفه، انما في اللونج تايم هت ايه؟ هت بي فور ات. تشيك ذا برفورمانس اوف ذا ريلي ات مينيمم كارنت، هتبص تلاقي اللي هو المينيمم 1000 برضه مش هي ايه؟ مش هيشتغل. يبقى اذا ذيس ريلي ويل نوت اوبريت في الايه؟ في المينيمم ايه؟ The decision whether or not to use an instantaneous depends upon the clearing time of the time delay of our current relay at the maximum bus fault. زي ما أنا قلنا the fact that the clearing time of the instantaneous will only occur at the maximum bus fault also indicates that they may be very little advance to be gained with the instantaneous relay. يعني ممكن زي ما احنا شفنا في المسألة 11% بس ان انا من الخط. طيب ما هو ده ليتل ايه؟ ادفانتج. هاويفر وعلى ذلك if the source connected to the bus A is an essential generator، لو هو جنريتور مهم يعني not a system equipment، لان system equipment تبقى امبيدنس بتقلل الفولت، then faster clearing at the maximum fault. ليه؟ لان بعد كده بعد ما شويه كده في تاخده في الباور ان كل ما clearing time، لان لو سبت السيستم ما حطتش instantaneous over current relay وسبت ال inverse over current relay او ال indefinite time over current relay هو اللي clear الفولت، هيبقى الفولت هيقعد فتره طويله، ده هيأثر على الجنريتور وممكن الاستابيليتي بتاع السيستم تفيل ويحصل بلاك اوت وتخرج المولدات من الشبكه. Then the faster clearing at the maximum fault current is justified and an instantaneous relay will be used. هنتكلم دلوقتي بقى، احنا دلوقتي اتكلمنا على انواع الاوفر كارنت ريلي وانواع البروتكشن من الفيوز للاوترو كلوزر للسكشناليزر للام سي بيز للام سي سي بيز
وبعدين دخلنا في الريلي الديفينيت والانفيرس والانفيرس ديفينيت، ودخلنا في الانستانتينيوس وعرفنا نعمل السيتنج ازاي. ده كله الريلي موجود في الخط زي ما انتم شايفين هنا، ده السيستم ريدير. انما لو فيه هنا لو هو نتورك او دبل انفيد بقى من هنا هيبقى اذا هنا ممكن الفولت تيار الفولتي مش يدخل شمال ويدخل يمين. يبقى اذا احنا عاوزين نضيف حاجه للبروتكشن سيستم اللي هي الدايركشناليتي، فاحنا عاوزين نعمل دايركشناليتي لاي ريلي. اول اللي احنا هندرسه دلوقتي، احنا درسنا الاوفر كارنت، يبقى هنقول هنعمل ازاي دايركشناليتي للاوفر كارنت بروتكشن. الدايركشناليتي ده اللي احنا هندرسها دي ابلايد لكل ايه، لكل انواع الريليز. طيب الدايركشناليتي دي بتبين لك الفولت كارنت في الاتجاه اللي الريلي مسؤول عنه، في يعني الاليمنت في اتجاه الاليمنت اللي هو تو بي بروتكتد ولا لا. معايا؟ يبقى اذا احنا الدايركشناليتي دي مهم. طب ده ايه الدايركشناليتي دي؟ بتبين فولت كارنت اتجاهه فين. طب الفولت كارنت اللي عندنا اما نتيجه فيز فولت اما جراوند فولت. احنا عندنا طرق برضو ازاي نعمل دايركشنال ريلي مسؤول عن الفولت الفيز ريلي والفيز فولت ودايركشنال اليمنت علشان يشوف الارث او جراوند ريلي. يبقى اذا دايركشناليتي ممكن للفيز ريلي وواحد تاني بيبقى للجراوند ريلي. يبقى الاوفر كارنت بروتكشن كومبريسز ايه؟ اوفر كارنت ريلي بيتكون من حاجتين. اوفر كارنت ريلي اهو، اوفر كارنت ريلي اهو اهو بيشتغل معاه مين؟ ادايركشنال ريلي. محطوطين كلهم في 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 في, في ايه؟ في 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 كيسنج واحد اللي هي الاند دي. فالاوفر كارنت اللي يديك واحد، الدايركشنال لو واحد هيدي واحد يطلع تريب. انما لو الريلي لو 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 الاوفر كارنت اللي شافه بس الدايركشنال اليمنت شايفه العكس، يبقى اذا ده هيبقى صفر وده واحد هيطلع صفر. It is set such that it actuates for faults occurring in one direction. يعني بتشوف بس في دايركشن الواحد، ما بتشوفش في اتنين دايركشن. تان اللي فات ده كله كان باي دايركشن. It does not act for faults occurring in the other direction. بتشتغل بس بتظهر 1 لو هو فورورد، لو باكورد ده ايه زيرو. The polarization is a method used by the relay to determine the direction of the current flow. ايه هي البولاريزيشن؟ هو عباره عن ريفرنس في الاتجاه، بنسميها بولاريزيشن. البولاريزيشن دي عباره عن طريقه لان انا بقارن الاتجاه. لازم البولاريزيشن ده ما يتاثرش بالفولت، يمين ولا شمال، قدامه ولا ورا، يبقى ريفرنس ديتم ثابت، وبناء عليه اشوف هل الكرنت. وهنشوف النهارده الوقت حالا ازاي نعمل البولاريزيشن للفيز ريلي وللجراوند ريلي. فليه احنا بنستخدم الدايركشن؟ لان احنا بنحسب الايه الدايركشن بتاع الفولت، وبعدين بنعمل سوبرفيجن ديستانس ايه ريلي، وده الاليمنت بتاعنا بتاع الدايركشنال اوفر كارنت ريلي. الدايركشنال اوفر كارنت ريلي في طريقتين عشان استخدمهم، منهم طريقه بستخدمها والطريقه الثانيه فيها مشكله وهنشرحها الوقت. الطريقه الاولانيه بنسميها ايه دايركشنال كنترول. كلمة دايركشن كنترول معناها ايه؟ معناها الآتي عشان نفهمها بسهولة. دايركشن كنترول يعني الدايركشنال لو صح يدي إشارة للأوفر كارنت ريلي يقول له ابدأ اشتغل. يبقى مين اللي بيشتغل الأول؟ الدايركشنال. وبعد ما الدايركشنال يشتغل يدي إشارة الاوفر كارنت اللي يبدا يشتغل. يبقى مين اللي بيشتغل الاول؟ دايركشنال، وراه الايه؟ الاوفر كارنت. يعني الدايركشنال لو اشتغل يشغل الايه؟ الاوفر كارنت. لو الدايركشنال ما اشتغلش يبقى الاوفر كارنت كمان ما ايه؟ ما يعني مش يعني الاوفر كارنت ممكن يشتغل بس ما يطلعش.
او طريقه توصيل تانيه ان الدايركشنال لو ما اشتغلش يبقى دايره الاوفر كارنت اللي هتبقى مفتوحه ما يشتغلش ولا كانه شايف حاجه ولا طيار مر فيه. يبقى الدايركشنال كنترول معناها ان الدايركشنال بيكنترول الاوفر كارنت. ازاي؟ لو الدايركشنال ده اتقفل الكونتاكت بتاعه يقوم رايح للريلاي الاوفر كارنت ريلاي كويل يمر فيه التيار، ولو التيار اكتر من السيتنج الاوفر كارنت اللي ايه يقفل الكونتاكت ويروح التريب كويل. يبقى التريب كويل ما الريلاي السيركت بريك ما يروحش التريب كويل الا لما الدايركشنال يقول للريلاي الاوفر كارنت اللي اشتغل. واضح كده؟ ده اسمها الدايركشنال كنترول. انما الدايركشنال اوفر كارنت اللي الاثنين ان سيريز. الدايركشنال صح ده يتقفل، يعني ده شغال وده شغال، انما هنا الاوفر كارنت بيديبند على مين؟ على الدايركشناليتي. هنا ده اندبندنت وده اندبندنت. ايه عيب دي بقى؟ هنشوفه الوقت. بيقول لك ايه؟ ريسنج وكونتاكت بروبلم. دول اتنين كونتاكت اهو، ماشي؟ نشوف كده ايه هو الريسنج. لو فرضنا ان هو هنا في فولت، هنشوف الناحيه دي الدايركشنال كنترول وهنشوف الدايركشنال اوفر كارنت. لو فولت هنا يبقى التيار هيمر كده، والريلاي ده ما دام هنا مفتاح وانا حاطط دايركشنال ريلاي يبقى هيمر كده، هيبقى هيشوف كده بس، وهنا يشوف كده بس، وهنا يشوف كده بس، وهنا يشوف كده بس بالشكل ده. يبقى الريلاي هيشوف قدامه قدام البريكر مش وراه، الا اذا كنا ايه ريفرس باور للجنريتور. فلو فولت هنا السيستم هنا سيستم وهنا سيستم، هنا جنريتور وهنا جنريتور، هيبقى فيه سورس فولت، الفولت هيتغذى من هنا، يبقى ده الدايركشنال بتاعه شغال صح، والسيستم هيجيب له تيار شورت سيركت من هنا يبقى ده في الاتجاه الصح، يبقى الدايركشن هيبقى شغال يبقى اون. هنا الدايركشن اللي يبقى اون برضه، بس هنا الدايركشن ايه ما هوش اون صح. طيب الدايركشن اللي هو اون اللي هو ده هو صح، وده هو وده هو، نشوفهم هنا الدايركشن صح اهو. البريكر اتنين هيقفل هيشغل مين؟ الكويل بتاع الاوبريتنج كويل بتاع البريكر بتاع الاوفر كارنت ريلي. الاوفر كارنت يشوف السيتنج بتاعته، والله لو السيتنج مظبوط هيقفل ويفتح ايه البريكر، يبعت للبريكر يفتحه. طيب التيار شورت سيركت هنا عند الاثنين هيبقى كبير طبعا لان هو كلوز له، يبقى ده هيفتح الاول صح، هيفتح ماشي. طب وده ده شايفه برضه يبقى ده شغال، والاوفر كارنت بتاعته اكيد السيتنج محطوط على اساس ان هو يشوف لان ده بروتكتد بتاعه الزون بتاعه، يبقى ده هيشتغل صح كده. السيتنج بتاع ده شغل، ده مش هيشتغل هنا لان الدايركشنال بتاعه ريفيرس. لما الدايركشنال هنا ريفيرس يبقى اذا الريلي ده مش هيشوف خالص التيار لانه مفيش مجاله، دي مش ما اتقفلتش عشان ايه يقفل الكونتاكت عشان يوصل التيار للكويل بتاع الاوفر كارنت. اللي يبقى اربعه ده مش هيشوف حاجه خالص في الحاله دي. هنا ده هيشوف صح، بس السيتنج بتاعته ايه؟ التيار اوفر كارنت ريلي بتاعه ده هيشوف يبقى هيقفل هيروف. يبقى السيتنج لازم يبقى فيه كوردينيشن هنا بين ده وبين ده عشان ده يتاخر، يبقى اذا ده برضه مش هيشتغل. طب نشوف الحاله اللي هنا بقى ايه الوضع؟ الوضع ان ده شغال، هيبقى ده شغال، وده احنا قلنا ان ده مش هيشتغل صح معايا، ده شغال صح دايركشنال، وده الدايركشن هيشتغل الاثنين هيفتح صح، وده برضه ده شغال الدايركشن وده الدايركشن ده هي ايه هيفتح، ده مش ايه مش هيفتح زي لان السيتنج بتاعنا بتاع الاوفر كارنت ما هواش عشان كوردينيشن مش هيشتغل، بس الدايركشن شغال. هنا مش ايه شوف خلي بالك ده هو الدايركشنال صح، يعني ده هو كان مقفول
صح، واضح. انما عشان السيتنج الاوفر كارنت كان مفتوح، خليك واخد بالك من دي. هنا ما هو شغال لان الدايركشنال بتاعته هنا، الدايركشنال بتاعته هنا ايه غلط، يبقى ده مفتوح بس الاوفر كارنت ايه مقفول. طيب لو فرضنا بقى ان علشان الفولت هنا قريب من البريكر ده، البريكر ده فتح، لو البريكر ده فتح تيارات الشورت سيركت هيجوا من كده، صح؟ صح كده ولا لا؟ طيب الوضع قبل ده هما كان فاتح، كان الوضع ايه؟ نشوف كده. الوضع كان، خليك معايا، الوضع ده فتح، التيار ده هنا ايه دايركشن، صح؟ الدايركشنال ده هيبقى شغال اهو معايا، يقوم موصل للريلي الكويل بتاعنا الاوفر كارنت اللي لو السيتنج بتاعته موجوده هيشتغل، هيبدا يشتغل يفتح. طيب هنا بقى ايه اللي هيحصل؟ ده كان هو فورورد، مظبوط؟ كان ايه؟ كان فورورد، هو كان ايه؟ كان فورورد، بقى ايه؟ بقى ريفيرس. لما كان فورورد كان الاوفر كارنت هيشتغل، لما بقى ريفيرس ده هيفتح، يقوم قافل الدايره بده، فاتح الدايره بتاعت الاوفر كارنت ما يروحلوش خالص. انما هنا ايه اللي هيحصل؟ ان انت عندك، كان عندك هنا ده كان دايركشنال اهو، كان شغال، كان اون، والتيار ده هيعمل له اون، ده هو كان اون، التيار ده اهو الاوفر كارنت اون، الدايركشن هنا ايه هيتعكس. لما اتعكس ايه اللي يحصل؟ هو كان اصلا مقفول، صح؟ كان اصلا ايه مقفول، والاوفر كارنت هيبدا ايه يقفل ده، والاوفر كارنت قفل قبل ما الدايركشنال كونتاكت ده يفتح، هيبقوا مع الريلي الدايره دي هتبقى مقفوله، يبقى الايه الدايركشنال ريسنج هيلحق الاوفر كارنت كلوزنج، يبقى الدايره هتقفل، يبقى التريب سيركت هتشتغل. نفس الكلام في اللي في البريكر 4، ده كان ايه ريفيرس معايا، وده كان بيك اب اوفر كارنت بيك اب معايا، ده بقى ايه بقى فورورد. لما بقى فورورد ده اللي حصل ان ده قفل، لما ده هيجي يقفل والتاني يفتح الاوفر كارنت يفتح، هيبقى في ريسنج بينهم بعض ممكن يقفل، انما ما يحصلش الريسنج مع مين؟ الريسنج كونتاكت بروبلم ما هيش هتحصل في الدايركشنال كنترول بروتكشن سكيم. الدايركشنال اليمنت بنعمله لا اما بيبقى له انبوت، لا اما كرنت كرنت، لا اما كرنت فولت. وقلنا ان البارلايزيشن اللي هو الريفرنس اللي هنقيس عليه ان هو قدامه ولا وراه، في فورورد ولا ريفيرس، بنستخدمه لا اما بالفيز للفيز للبروتكشن، وبنستخدم واحد تاني للجراوند بروتكشن، وهنعرف ازاي الوقت نعمل لده بولاريزيشن وده البولاريزيشن، او نعمل لده دايركشناليتي وده دايركشناليتي. البولاريزيشن كوانتيتي از ذا ريفرنس اجينست ويتش ذا فيز انجل اوف ذا اذر كوانتيتي از كومبيرد، بنكومبير الاتجاهات مع الكونديشن بتاعتنا. ذا فيز انجل اوف ذا بولاريزيشن ماست ريمين مور اور ليس فيكس، يعني ما تتاثرش على الفولت، وهنشوفها دلوقتي. لو تاثر تاثر بسيط، وكله معتمد على مين؟ على المعادلات بتاعه الالكتروميكانيكا اللي انتوا شايفينها دي. فهنشوف البولاريزيشن بتيجي ازاي، بتيجي بالمعادله دي، يعني بتيجي في ايه؟ بان انا الكلام ده كي واحد وكي اتنين تلف، يبقى مفيش عندي الا دي بس، كي تلاته في اي كوزاين سيتا ناقص ايه ناقص تاو، باللي هي بتاع التورك بيساوي ده هو ايه
ده المعادلة بتاعت الدايركشنال إليمنت، حيث أن الـ V اللي هو روت من سكوير فاليو، والتيار روت من سكوير فاليو للتيار، وسيتا دي اللي هي التايم كونستانت بتاع الخط، وتاو دي اللي هي بنسميها الماكسيمم تورك أنجل اللي بيحصل عندها ليه؟ التورك أنجل ماكس التورك بيساوي ماكسيمم، وده الستريننج سبرينج. فبنقول هنا امتى ده يبقى ماكسيمم التورك ده؟ لما كوزاين ده يبقى بواحد، كوزاين ده بيبقى واحد امتى؟ لما سيتا ناقص تاو تساوي صفر، لو دي بتساوي صفر يبقى انا جبت الماكسيمم تورك. طب التورك ده بيبقى موجب امتى؟ هو ماكسيمم تورك عند الزيرو، وفي الربع الرابع والربع الاول الكوزاين موجب، يبقى عند الماكسيمم تورك انقص 90 او ازود 90، يطلع لي خط عمودي على الماكسيمم تورك انجل، هذا الخط التورك فوقه موجب والتورك تحته يبقى سالب. ليه؟ لان كوزاين الزاوية موجب بناقص 90 وزائد 90، ماكسيمم عند ايه؟ سيتا، عند سيتا ناقص تاو تساوي ايه؟ تساوي واحد. سيتا ناقص تاو تساوي ايه؟ تساوي زيرو، يعني كوزاين زيرو بواحد. هنا سيتا ابقى زي ما احنا قلنا، وكوزاين بيبقى ماكسيمم عند واحد. طيب برضو احنا قلنا نفس الكلام اهو، احنا خلاص عرفنا ان احنا بنعمل ايه؟ دايركشنال كنترول. نشوف الدايركشن، قلنا الدايركشنال بتاع الدايركشن يبقى بيشوف قدامه بس، يشوف قدامه، ده يشوف قدامه، ده شايف ريفيرس. الحمد لله. انترنال فولت دايركشنال ريلي ماست بي ديفلوبد كونتاكت كلوزنج تورك، اهو كلوزنج تورك مو بوزيتيف من ناقص 90 زائد 90 بالنسبه لخط الماكسيمم تورك انجل اللي هو تاو بتاعتي. البوزيتيف، ولما يبقى اكسترنال اللي هو خارج اللي هو باكورد هيبقى يجيب لك تورك نيجاتيف، واحنا قلنا بيجيب البولاريزيشن كونت هاز كونست انجل بتاعتنا. فالفيز بولاريزيشن بتاعنا بتاع الفيز ريلي بنسميه اما بنجيبه بواسطه يونتي باور فاكتور اللي هو النورمال اللي عندنا المعادله اهي، ازاي بنجيب نخلي الاي والفي ان فيز وبناء عليه بنجيب التورك بتاعنا، او نجيبه من 90 درجه كوادريتشر فور فيز. ازاي نجيبه 90 درجه؟ يبقى بين التيار اي اي وبين الفولت بتاعتنا اللي هو البولارايزد 90 درجه. ازاي اجيبه؟ انا عارف ان انا عندي هنا ده المثلث بتاعنا هو في 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 سي اي، دي اي اهي، دي اي بي ودي بي سي ودي سي اي، دول التلاتة فيز هما مقفولين في البالانس سيستم. لو انا عند التيار اي اي اهو عاوز اجيب زاوية 90 يبقى لازم اجيب الفيزة بي سي، يبقى اذا لو جبت البي سي اهو هيبقى الزاوية بيننا وبين اي اي اهو وبي سي 90، لذلك سميناها ده الكونكشن ده 90 درجة. يبقى انا لما اجيب احط في المعادلة ده اي اي واي بي سي والزاوية بينهم بعض 90 درجة معايا، يطلع لي الايه؟ الكاركترستيك بتاعت الدايركشنال لين 30 درجة. طب اخلي بين التيار والفولت ازاي 30 درجة؟ اقوم جايب في اي سي، في اي سي اهو لما تحطها كده هتلاقي اي اي متقدم عن في اي سي ب 30 درجة. لو انت عاوز 60 درجة هتقوم جايب الفولت بتاع في بي سي زائد في اي سي، يطلع لك بينهم بعض لو تجيب الموازي كده هتلاقي 60 درجة. ازاي تجيبهم؟ بتجيبهم بالتوصيلات اللي انا بقول لك ده، ونعمل ايه؟ الكونكشن اللي احنا عاوزينها. فده الايه؟ لما نيجي نبص بقى علشان خاطر الفيز الفولت فيزز A و B لو هما فولتي هنقوم مغذيين الفيزا A I A و V B C. لو الفيزا بي سي فولتي يبقى اي بي وندي لها في سي اي،
في سي اي في سي اي ريلاي اللي هو الفيز ريلاي ده هيبقى اي سي في في اي سي. فيه بولاريزيشن بصفة عامة، لو انت عندك فيز اي فيز فيها اي وفيز بي وفيز سي، لو احنا عندنا 90 درجة يبقى اذا اغذي الريلاي اي بالتيار اي اي والبولاريزيشن يبقى في بي سي. ليه بي سي ما دخلناش ما خدناش الفيزا ايه معايا؟ ليه؟ لان الفيزا ايه هيبقى فيها فولت، يبقى اذا بي سي ما عندهمش فولت، ما عندهاش ما عندوش فولت. اي بي الفيزا بي اي بي اديله اي بي اوبريتنج كوانتيتي، والفي سي اي هو البولاريزيشن، الفي سي السي ريلاي اي سي، والفي اي سي ايه الفي اي بي هو البولاريزيشن. لو 60 درجة ايه هديله اي اي واي بي واي سي، وبرضه 30 درجة نفس الكلام، بس الفولت هنا في اي سي زائد بي سي في 60، في بي اي زائد في سي اي، في سي بي زائد في اي بي، ولو هو 30 درجة يبقى في اي فالفيزا اي في اي سي وفيزا بي في بي اي والفي والسي في سي اي. طيب في دي يجي البولاريزيشن بتاع كوانتيتي اوف ذا جراوند ريلاي، انتوا عارفين الجراوند ريلاي لو في الناحيه دي يبقى فورورد، يبقى التيار هيبقى في الاتجاه ده صح. طب هو لو ريفرس، لو فولت ريفرس بقى في الشبكه ريفرس، هيبقى التيار ده هيبقى ايه؟ اتجاهه مش هيبقى كده، هيبقى اتجاهه في الايه؟ في العكس. يبقى اتجاه تيار 3 اي نوت هيبقى ايه؟ هيبقى الامه في اتجاه الفورورد، لما اتجاه في الريفرس. احنا عندنا هنا الزيرو سيكونت كوانتيتي، عندنا حاجتين، لا اما كارنت لا اما ايه؟ لا اما فولت، زيرو سيكونس فولت. في الزيرو سيكونس كارنت بناخده من مين؟ من نيوترال بوينت بتاعة الترانسفورمرز بالشكل اللي انتم شايفينه ده، اهو اهو اهو. ان طب الفولت بولاريزيشن بنجيب الفولت ازاي؟ بنجيب الاوبن دلتا، بنسميها اوبن دلتا، ده ستار ارسل برايمري والثانوي دلتا، بس ايه متوصل اوبن. نفتحه يطلع لك اي بي بيتناسب مع 3 في نوت، الفي نوت ده هو الايه؟ البولاريزيشن لمين؟ للجراوند ريليز. البولاريزيشن يبين لي الدايركشناليتي في الجراوند ريلي. وده الطريقة الطرق المختلفة اللي احنا بنستخدمها في البولاريزيشن بواسطة الزيرو سيكونس فولت. وده بالشكل ده يبقى احنا خلصنا الاوفر كارنت ريلي. هناخد جزء من الايه؟ اللهم صل على محمد، الديستنس ريلي، وهنتكلم فيها حالا. ده برضه هنتكلم على الديستنس ريلي في الليكشر 12، عشان الليكشر اللي بعد كده نقدر نكمل ديستنس ريلي، لان ما اقدرش انتوا ما تاخدوش الديستنس ريلي، فلازم هنضغط شويه علشان خاطر نعرفكم بالديستنس ريلي باسرع واسهل طريقه، علشان خاطر تطلع مهندس تعرف تقرا في كتاب او في اي كتاب او في اي ريسيرش، وتفهم وحتى في انترفيو تقدر ترد على على اسئلتك. البروتكشن اوف ذا ترانسميشن لاين، الترانسميشن اما يبقى اوفر كرنت ريليز اوفر هيد لاين او اندر جراوند كيبل. والديستنس اللي بتاعتنا هي بياخد رقم 21. البروتكشن سيستم بنقولنا بياخد رقم 21، وده قلنا السنجل لاين دايجرام بتاع البروتكشن سيركت. والبروتكشن بيبقى عندنا لا اما اوفر كرنت ريليز اللي احنا خدناه 50 و 51 والدايركشنال بتاعنا اللي هو 67، والنون بايلوت بروتكشن والبايلوت بروتكشن عندنا. والبروتكشن عندنا اما يبقى مين 1 ومين 2 وباك اب بروتكشن. عشان نتكلم عن الباك اب بروتكشن، الباك اب بروتكشن قلناها قبل كده، لا اما يبقى ريموت لا اما لوكال باك اب. هنا الريموت باك اب يعني لو فرضنا ان الفولت اف هنا في المنطقه دي، والريلي او البروتكشن سيستم او السيركت بريكر او وات ايفر اتز هنا فيلد تو اوبريت، يبقى معنى كده ايه اللي يحصل؟ عاوز اعمل كلير للفولت ده
البروتكشن اللي هنا بيشوف قدامه، والبروتكشن اللي هنا يشوف قدامه، البروتكشن اللي هنا يشوف قدامه، يبقى ده هيشوف الفولت. انما ده مش هيشوف، البروتكشن هنا هيشوف قدامه يبقى هيشوف الفولت، يبقى هيشوف البروتكشن ده هيشوف قدامه يبقى هيشوف الفولت. يبقى علشان اكلير هذا الفولت زي ما كوندوليزا رايس قالت ان ايه، ان بن ايه جفف المنابع بتاع الفولت، هنجفف من منابع الفولت ان لازم البريكر ده هو 5 يفتح، بريكر 7 يفتح، والبريكر 8 يفتح. يبقى اذا ده فتح ليه؟ عشان اللوكال ده هو بروتكشن بتاعنا فيل، يبقى الريموت ده هو هو باك اب لمين؟ للبريكر ده. بس احنا هنا ايه اللي حصل لما يبقى الباك اب بالشكل ده؟ الباك اب خلى كام بريكر يفتح؟ 5 و7 و8، وعمل بلاك اوت لمين؟ للباسبار بي كامل. يبقى اذا الريموت باك اب بيؤدي الى ان انا افصل بريكرز مختلفه، والبريك داون والبلاك اوت للمحطه بتبقى ايه؟ بيبقى كامل. اللوكال باك اب، اللوكال باك اب بيبقى موجود في الايه؟ في المحطه نفسها. اللوكال باك اب ده باك اب لمين ممكن؟ ما احنا قلنا البروتكشن سيستم بيكون من ايه؟ من الدي سي. معايا؟ دي سي سيستم بتاعها، وريلي، والتريب سيركت، والسيركت بريكر. واضح كده ولا لا؟ كل دول اي بروبلم فيهم يحصل مشكلة. لو فرضنا ان الريلي بس ده هو ده هو اللي فيل، الريلي اللي فيل، انما السيركت بريكر سليم، و الدي سي سليم، والتريب سيركت سليم، وكل حاجة غير الريلي المين فيلد، ما شافش الفولت او حصل له مشكلة. لذلك احنا بنقولنا ايه؟ ان علشان ده يحصل ك باك اب ليا، لازم انا استخدم ريلي اللي احنا قلناه اللي هو الديجيتال ريلي، النيوميركال ريلي. ليه؟ لان النيوميركال ريلي ما بستناش لغايه ما الفولت يحصل واكتشف ان الريلي عطلان، لا ده هو بيعمل ايه؟ سوبر بوزيشن لنفسه، قال بيعمل ايه؟ سكاننج لنفسه، وايه؟ وانفستيجيت هل هو فيه مشكله فيه ولا لا. لو فيه مشكله والسيستم هيلثي بيقوم ايه؟ بيقوم هو نفسه يقوم باعت اشاره للبروتكشن انجينير يروح على المحطه ويظبط ويختبر ويشيل المشكله. انما هنا لو الريلي الكتروميكانيكال ريلي ما هيبانش ان هو فولتي الا لما الفولت يحصل. لما الفولت يحصل والريلي كان عطلان او ميل اوبريت، ايه اللي يحصل؟ اقوم حاطط ريلي في نفس المحطه معايا كباك اب له، ده اسمه لوكال باك اب ريلي. وقلنا الباك اب ريلي ده بيبقى موجود في المحطه، بس التايم ديلي بيبقى له تايم ديلي اكتر من ايه؟ من المين بروتكشن سكيم. او اعمل ايه؟ مين 1 ومين 2، لو المين 1 فيل المين 2 يشتغل. فبنقول هنا اللوكال باك اب ذا ريلي دونت سفر فروم ذا سيم ديفرنت ديفيكولتيز ات ريموت باك اب، but they are installed in the same substation. ما بي ايه ده بيبقى موجود في substation، وبناء عليه لما يبقى موجود في substation والباك اب هنا ده مش هيشتغل ولا ده هيشتغل ولا ده هيشتغل، صح؟ يبقى ده هو برضه اللي هي ايه هيشتغل. يبقى انا ما خليتش المحطه او الباسبار بي يحصل له بلاك ايه بلاك اوت. By providing backup protection it is possible to reduce the risk for problems when the protection relay or switchgear device fails to operate. The distance protection and the residual overcurrent protection provides the remote backup protection on the main network. احنا اتكلمنا على النون بايلوت والبايلوت. ايه هو النون بايلوت؟ اللي هو ريلي اللي الديزيشن بتاعه معتمد على اللوكال ايه انفورميشن بتاعته. امال البايلوت ايه؟ لا ده هما بيكلموا بعض.
لازم فيه بينهم بعض إشارات تروح وتيجي علشان خاطر يقدر ياخد قرار ويفتح. فالـ input quantity إيه للـ distance relay، الـ over current relay قلناها قبل كده. over current relay لو هو definite أو instantaneous أو inverse الـ input بتاعته current، إنما لو directional over current relay الـ input بتاعته current of volt، يبقى معنى كده هيبقى هو double quantity بتخله two input. الديستنسر ريلي ات ليست 2 انبوت يدخلوا له اللي هو الفولت والكرنت، ده الفولت وده الكرنت، يروح في الانترفيس ويروح للريلي، الريلي يعمل لهم بروسيسنج. لو الفولت موجود في الزون بتاعه هيقوم بقى التريب كويل التريب سيجنال للتريب كويل التريب كويل يفتح البريك. يبقى اذا انا محتاج ادخل فولت وادخل ايه كرنت بايه. اول حاجه الكرنت ده ازاي انا اختبره وازاي اختاره، احنا عرفناه ازاي نختار السي تي والفي تي، عارفين السنة بتاعه 120 لاين و 69.3 فيز فولت معايا. وبعد كده نعمل الايه البروسيس بتاعنا هنا ونبدأ لو ريلي شاف الفولت في الزون بتاعه البروتكشن هنا البروتكشن ده هيشوف كده بس، لان ده نتورك، ليه نتورك؟ لان في بريكر هنا وبريكر هنا في نفس الايه ده اللاين. يبقى اذا لما اجي اقول فورورد يبقى قدامه كده بس. طيب النن البايلوت بقى، البايلوت يبقى اذا ايه هيتكلم مع بعض ويبعت الاشاره. البايلوت ده ازاي بنبعت الاشاره هنشرحها تاني عشان نعرف ازاي. البايلوت ده اللي هو بنسميه تيليبروتكشن سيستم، بيتنقل عن طريق اربع طرق، لا اما باور لاين كارير، انا عاوز ابعت اشارات من عند الخط الهوائي موجود عندي. طب ما دام الخط الهوائي موجود عندي طب انا ابعت عليه هاي فريكوانسي سيجنال واوديها للمكان اللي انا عاوزه وانقلها بدل ما اصرف فلوس معايا، او اعمل مايكروويف ستيشنز ابعت الاشارات على الهاي فريكوانسي في مايكروويف، او اعملها بالفايبر اوبتيك. الفايبر اوبتيك ده لا اما يبقى فايبر اوبتيك يترمى في الارض معايا زي بتاع التليفونات، لا اما فايبر اوبتيك يتمد مع الخط معايا، لا اما فايبر اوبتيك في قلب الجراوند واير، وهنشوفه الوقت اللي هو فايبر اوبتيك ايه جراوند واير او فايبر اوبتيك كيبل، او نستخدم تليفونات من ايه من شركة التليفونات ونحط ايه اسمه بايلوت ايه واير للتليفونات. التشانلز بتاعت الايه بتاع الباور دي كلها، دي الطرق او الوسيلة اللي بنبعت بها الاشارات. بنبعت ايه هنا بنبعت التشانل بتاع الكوميونيكيشن السبيتش والداتا والبروتكشن سيجنال. مجرد ما يحصل فول ديتكشن كل السبيتش والداتا بتقف والبروتكشن بس هو اللي ايه هو اللي يشتغل عشان السبيد بتاعته. قلنا اعيدها تاني، احنا بنعمل ايه في البي ال سي الباور لاين كارير. باور لاين كارير يبقى في ترانسميتر ورسيفر عند كل حته، كل اند كل ريموت اند كل اند، يبقى اطلع هنا ابعت هتروح للملف هنا ما هيرضاش الملف ده، الاوميجا بتاعتي عاليه هنا يبقى امبيدنس عاليه هنا جدا، مكثف واحد على اوميجا سي هيقوم تبقى قليله تطلع فوق. الويف تراب هنا ما هياش، هي تيوند على 50 هرتز ما يقدرش الايه السيجنال تروح على الناحيه دي، تقوم رايحه على الخط تلاقي الويف تراب الثانيه، الويف تراب الثانيه دي موجوده ما هيقدرش يدخل هنا، يقوم داخل على المكثف وما راحش على الارض، يقوم رايح هنا على الايه على الريسيفر، الريسيفر يعمل لها ديكودنج، والله لو هي خاصه بيه هيعمل لها بروسيسنج ويستخدمها، لو مش خاصة بيه يقوم بعتها للترانسميتر في الناحية التانية ويقوم ايه حقنها في الخط تاني وايه وبنفس الطريقة. ادي الويف تراب اهي انتوا شايفين صورة من الصور بتاعتها. ادي اللي ايه قلنا ان الفايبر اوبتيك اما يبقى في الجراوند واير، ادي الجراوند واير اللي موجود اهو وفي قلبيه اللي هي الفايبر اوبتيك اهو، او كابل، هذا الكابل بتاع الفايبر ايه.
الفايبر اوبتيك ده محتاج مين؟ تغذية، والخط بيبقى موجود في الصحراء او في الغابات او في الجبال او في اي مكان، فطبعا عاوز باور. فالباور لما هعمله بقى ديستريبيوشن ترانسفورمر في حتة بقى معزولة، والفولت عندي 500 كيلو فولت ولا 220 كيلو فولت ولا حتى 66 كيلو فولت، لا ما ينفعش. فبعمل ايه؟ سولار سيل. السولار سيل دي تغذي مين؟ اللي تعمل سوبر بوزيشن او سوبر موز، او تدي له الانرجي لمين؟ للفايبر اوبتيك ستيشن. عاوزين نشوف بقى الانبوت للايه؟ للريلي. الانبوت بتاعنا قلنا لما كارنت من الكارنت ترانسفورمر والفولتج ترانسفورمر، ولو هو تيلي بروتكشن او بايلوت يبقى تيلي بروتكشن سيجنال. وبعدين لازم يبقى ياخد معلومات، هل السيركت بريكر ريدي، هل البريشر بتاع الاس اف 6 او الاويل او الاير صح ولا لا، والتريب سيركت سليمه ولا لا، والدي سي سبلاي ولا لا. لازم يكون السيركت بريكر ريدي. الديستنس ريلي في الاي اي سي والانسي والتريبل اي اسمه 21. يبقى لما نيجي نقول ريلي 21 ريلي او ذا بروتكتد ريلي نمبر 21، يبقى معروف ان هو الديستنس ريلي. الديستنس ريلي بيشتغل لو هو على الاقل يبقى داخل له كام انبوت؟ تو انبوت كوانتيتي، يبقى ده اسمه تو انبوت كوانتيتي ريلي. It is being used as a protection device for transmission line. شوف بقى ده مهم جدا، بيستخدم في transmission line والكابلات والجنريتور والترانسفورمر ولارج موتور. يبقى اذا transmission line والكابل والجنريتور والترانسفورمرز واللارج موتور بيستخدموا، ممكن يستخدموا دول، بيستخدموا ايه كبروتكشن اليمنت لهم 21. طبعا الترانسميشن لاين الكيبل والجنريتور والترانسفورمر دول موجودين، بس اللارج موتور ده حسب أهمية الموتور. لازم تعرف حاجة هنا مهمة جدا في الديستنس ريلي. الديستنس ريلي ده ما بيقش الا البوزيتيف سيكونس امبيدنس من الريلي لوكيشن لغايه الفولت، يعني از زد 1 باي ايس زد نيجاتيف ولا زد بوزيتيف؟ لا، بيقيس زد 1 بس، زد بوزيتيف منين؟ من الريلي لوكيشن لغايه الفولت بوينت. يبقى ما بيستخدمش لا السيلف امبيدنس ولا النيجاتيف سيكونس امبيدنس ولا الزيرو سيكونس امبيدنس، لا ده هو ما بيشوفش الا البوزيتيف سيكونس امبيدنس فقط. يبقى احنا بعد شوية ان شاء الله المحاضرة الجاية هنشوف ازاي هو بيشوف بس البوزيتيف سيكونس امبيدنس. واضح كده؟ This measure امبيدنس is called this measured امبيدنس is called apparent امبيدنس of the relay. يبقى الريلي ما بيشوف، لما يشوف اقول لك الفولت في الحتة الفلانية تبحث لي بقى وتدور هو شاف البوزيتيف سيكونس بتاعتي قد ايه، فلذلك هو بيشوفها يبقى apparent له اللي ظاهره له من الريلي لوكيشن للفولت بوينت بتسميها ابيرنت. طبعا الديستنس ريلي عباره عن ريلي ما هواش يونت بروتكشن، يعني ايه؟ يعني مش من A ل B زي الديفرنشال ريلي مثلا، بس انا ممكن اعمله من A ل B. امتى؟ لو انا ضفت له تيلي بروتكشن اكويبمنت بتاعتي اللي هي 85، بتسميها 85. الديستنس ريلي له اكتر من زون، بس الزون الاولاني بيبقى انستنتينيوس، يعني ما فيهوش تايم ديلي. الزون الثاني والثالث والرابع واي زون ثاني بيبقى لهم تايم ايه ديلي، يعني زون 1 انستنتينيوس، زون 2 معاه تايم ديلي تي 1، وزون 3 في زون 3 له تايم ديلي تي 2، حيث ان تي 2 اكثر من تي ايه 1. زون 4 له تايم ديلي تي 3 اكثر من مين؟ من تي 2 وتي ايه 1. الاوتر كلوزر باي ذا واي، الاوتر كلوز بيحصل له كنترولنج، بيحصل له كنترولد وانشاليزيشن من زون 1 بس، انما زون 2 وزون
3 وزون 4 لا زون 1 فقط في النتورك ووتر كلوزر سيستم. عاوزين نراجع بقى حته صغيره كده نعرفها علشان دي في منتهى الاهميه. انت عندك الخط بالشكل ده وحصل فيه فولته هنا، هياخد الكرنت ريلي ديستانس اللي اهو وياخد الفولته. يبقى انت في عندك فولت هنا اهو، هو عبارة عن الفولت بتاع الشبكة مقسوم على ان في، والكرنت اهو مقسوم، الكرنت بتاع الشبكة مقسوم على ان اي. طيب الفيكتور دايجرام بتاع الامبيدنس بتاعتي، ان انا عندي هنا الدايرة هنا من الفولت من الباسبار ايه لغاية الفولت اهو، دايرة كده، يبقى عبارة عن الاي الفولت عند ايه بيساوي الاي في زد اف. طب زد اف بتساوي ايه؟ ار زائد جي اكس، يبقى اي في ار زائد جي اكس في اي اهي، اي في ار زائد اي في اكس، يطلع لي من زد. طب ما دام التيار هنا هو الريفرنس، طب ما انا اضرب اي في ار اهو وده اي في اكس، يطلع لي الفولت، يبقى الفولت ده اهو معايا كده، خليكم معايا، الفولت ده اهو هو فولت الشبكة، او الفولت ده اهو الصغير ده هو الفولت بتاع الثانوي اللي هو الفولت بتاع الشبكة مقسوم على 2 ان اللي هو عند الباسبار ايه. لو ضربت الفيكتور ده كله في اي هيطلع القيمة ده اهي، تتضرب في اي، الاي هنا ايه زاويته صفر، يطلع لك الاكتف باور وده الرياكتف باور، يطلع لك ده الفولت امبير بتاع الشبكة. يبقى الزد فيكتور دايجرام يمثل حاجتين بالإضافة للفيكتور دايجرام بتاع الزد، يمثل الفولت فيكتور دايجرام ويمثل الفولت أمبير بتاع الخط اللي مر في الخط، دي مهمة جدا. فهنقول زد بي الزد بتاع البرايمري للخط اللي الخط ده هو، أجيب الزد عند البرايمري اللي هو من عند الايه من غير السي تي والبي تي، هيساوي الاي بتاع البرايمري على اي بي، صح؟ الفولت عند ايه اقسمه على الاي عند ايه المرة في البص عند ايه، يطلع لي زد بي. طب في الثانوي الفولت في الثانوي على التيار في الثانوي اهو، طب الفولت في الثانوي بيساوي الاي بي على ان في، والتيار في السنة بيساوي اي بي على ان اي، يساوي ايه؟ يساوي اي بي على اي بي في ان اي على ان في. طب اي بي على اي بي بتساوي زد بي اهو، زد برايمر بتاع الخط الرئيسي. يبقى الزد اللي بشوفها في الثانوي اللي هي زد السين باي ذا ريلي اللي شافها الريلي بتساوي زد برايمري في ان اي على ان في، سمينا ان اي على ان في ايه؟ امبيدنس كونفرجن فاكتور. يعني انا لما اجي اقول لك في المساله هات لي الامبيدنس كونفرجن فاكتور، تجيب لي ان اي وتقسم على ان في، تطلع لك الايه؟ الامبيدنس كونفرجن فاكتور. نشوف بقى الانبوت علشان ازاي الريلي يقيس السيستم بتاعنا ويشوف الامبيدنس ويشوف الكاركترستيك بتاعته. الديستانس ريلي برنسبل، هنشوف الديستانس ريلي برنسبل عشان نفهم يعني ازاي بيشتغل ازاي. هذا البالانس بيم ريلي وهو سبورت هنا، وفي هنا ماجنتيك اوبريتنج كوانتيتي وهنا سترينج كوانت، دي فيها ملف وده في ملف. ايه اللي بيحصل اثناء الفولت؟ التيار بيزيد جدا عند الريلي والفولت بي ايه بيقل،
فالاوبريتنج كوانتيتي هتبقى الايه؟ الكرنت، لان التيار بيزيد يبقى الفورس هنا تزيد، والفولت يقل يبقى دي هتقل، الريستريننج يقل، وده الكونتاكت بتاع الريلي. لما في النورمال كونديشن ده بالانس والكونتاكت بتاع الريلي مفتوح مفيش تريب. طب لو فرضنا ان في فولت، التيار هيزيد يبقى القوه هنا هتزيد، والقوه هنا تقل، يبقى الدراع ده هيسقط ليه؟ لتحت. لما يسقط تحت هيقفل مين؟ يقفل الكونتاكت بتاع الريلي. الريلي ايه؟ يشتغل معايا. الزد بتاعنا قلناها بتساوي زد برايمر في ان اي على ان ايه؟ على ان في. ده البيم تايب ديستانس ريلي، ودي الكاركترستيك بتاعته اهي في ار اكس اللي احنا بعد شويه هنشرحها حالا. بقولنا ذا ريلي ويل اوبريت وين ريستريننج، اهو ريسترينج ده يبقى اقل من الاوبريتنج. كل واحد خلي باله من الكلمه دي، مش بنقول الاوبريتنج اكتر من الريسترينج، لا بنقول الريسترينج اقل من الايه؟ من الاوبريتنج. نيجي نبص، وده كله وده الكاركترستيك بتاعتنا كلها اهي، كل الديستنس اللي احنا هنشرحها جاي من الكلام ده، زي ما احنا خدنا الاوفر كارنت ريلي والدايركشنال ريلي جايه برضه من نفس الايه؟ التورك انجل بتاع الالكتروميكانيكال ريلي. الريليز اللي موجوده عندنا الكاركترستيك بتاعتها مبنيه برضه على المعادله اللي بقول لكم عليها دي، اما امبيدنس ريلي او موهو ريلي كاركترستيك او رياكتنس ريلي او كوادريترال ريلي او اوفست موهو ريلي او بلندر كاركترستيك ريلي. كل الكاركترستيك دي بتيجي من التورك انجل ده. ازاي؟ بان احنا اغير كي واحد وكي اتنين وكي تلاتة، اما تبقى تخلي الاوبريتنج كونتاكت بتاع دي اوبريتنج تبقى بوزيتيف او نخليها نيجاتيف. خلي بالكم سين سي دي سي اللي هنا ده لما تبقى اكتر من صفر بنحطها اكتر من صفر. امتى؟ لما عاوزين نخلي الكاركترستيك اوفستد. اوفستد يعني ايه؟ يعني متحركه عن وضعها لو هي سي هنا بصفر، وهنشوف الكلام ده واحده واحده حالا. هنشوف الامبيدنس ريلي من اسمه بيعمل ايه؟ بيشوف الامبيدنس. بنعمل ايه في المعادله؟ بنخلي ده بصفر معايا، وده لو هو ما هوش اوفستد يبقى سي بصفر، يبقى التورك هيساوي كي واحد اي سكوير كي اتنين في سكوير وزائد كي تلاته. مين اللي هيبقى ريستريننج؟ احنا قلنا الريستريننج بتاع بقى مين؟ بيبقى الفولت، يبقى بالناقص، يبقى كي واحد اي سكوير اوبريتنج ناقص كي اتنين في سكوير ريستريننج ناقص كي تلاته. ده نهمل الريسترينج، نهمل السبرينج ده. احنا قلنا ايه؟ ان الريسترينينج اقل من الاوبريتنج، يعني في سكوير كي اتنين اقل من كي واحد اي سكوير. طب يبقى في على اي اقل من الجذر التربيع للقيمه دي. الفي على اي مش هو زد؟ يعني زد تبقى اقل من دي. لا، يعني لو زد، لو ريلي شاف زد اقل من القيمه اللي انا هحطها يشتغل. الاوفر كارنت كان بي ايه؟ ها، كان لو شاف التيار اكتر من السيتنج يشتغل. انما في الديستانس ريلي، الامبيدنس ريلي او الكاركترستيك بتاع ريلي امبيدنس او موهو او رياكتنس او اي كاركترستيك للترانسميشن لاين ديستانس ريلي، لو الريلي شاف اقل من السيتنج يشتغل. طب السيتنج هنا بتساوي في على ايه؟ على اي، بتساوي اقل من او اكثر جذر تربيعي كي واحد كي اتنين. طب انا خليها زد سكوير. طب ما زد سكوير بتساوي ايه؟ زد سكوير بتساوي ار سكوير زائد اكس سكوير تساوي زد سكوير. لا، ار سكوير زائد اكس سكوير تساوي زد سكوير. لا، دي معادله يا عم الحاج الله يخليك، دي معادله دايره
مركزها نقطة الأصل أهي، ونصف قطرها زد أهي، يبقى أنا أجي عند نقطة الأصل وأفتح الدايرة بمقياس رسم مناسب وإيه وأفتحها بزد وأقوم عامل الدايرة أهي، يبقى دي الكاركترستيك. لو الريلي شاف الامبيدنس هنا يبقى بره الستم اكبر، لو الريلي شافها هنا يبقى دخل في الزون، يبقى دخل في الكاركترستيك. يبقى جوه هنا التورك هيبقى بوزيتيف، بره التورك هيبقى ايه نيجاتيف، يبقى ده بنسميها الاوبريتنج كاركترستيك. اعيدها تاني، نعيد تاني، بنقول في على اي اقل من الزد سيتي، يعني في الديستانس ريلي الريلي شاف الامبيدنس اقل من السيتنج هيشتغل، غير الاوفر كارنت. الاوفر كارنت لو شاف التيار اكتر من السيتنج يشتغل. طب الزد دي زد سكوير بتساوي ار سكوير زائد اكس سكوير، طب دي معادلة الدايرة مركزها ايه؟ نقطة الأصل. أفتح الدايرة بزد السيتنج اللي أنا هختارها وإيه وأعمل الدايرة هنا أوبريتنج تورك وهنا نيجاتيف تورك، يعني ما اشتغلش. لما تيجي تبص كده تلاقي الريلي ده كاركترستيك بتاعته ده دايرة، يعني لو شيء ممكن يشوف الزد في الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث والربع الرابع، يعني ممكن يشوف في اي اتجاه قدامه او وراه، يبقى اذا الامبيدنس ريلي دي ما هياش دايركشناليتي، نون دايركشنال. يبقى معنى كده الريلي ده ما ينفعش يشتغل لوحده، لازم محتاج دايركشنال اليمنت، علشان خاطر دايركشنال اليمنت يقول له ما تشتغلش الا قدام قدام اللي في الزون بتاعك، ما تشتغلش خلفه. معايا؟ احنا عرفنا ازاي نعمل دايركشنال في الايه؟ في الاوفر كارنت ريلي اللي هو الخط المستقيم اللي الماكسيمم تورك بتاعه تساوي عند ايه؟ عند الخط اللي اسمه تاو. هنا ان امبيدنس ريلي اني فاليو اوف زد ليس ذان ذا راديوس اوف ذا سيركل ويل ريزلت ان ا برودكشن اوف بوزيتيف ايه تورك and any value of z greater than this value radius this radius will result in the negative torque regardless of the phase angle of the AV and I. ما يهموش ايه الانجل، يبقى اذا ده محتاج الدايركشنال. طيب احنا هنا قلنا السيب صفر صح؟ لو حطينا اي سيب لها قيمه ايه اللي هيحصل لنقطه الاصل؟ هتتحرك، وبناء عليه الزيت كاركترستيك ممكن ايه تتحرك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده امبيدنس كاركترستيك از نون دايركشنال كاركترستيك. طب علشان هي نون دايركشن محتاجه ايه دايركشن؟ انت ادى الدايركشن المنت اهو نفس الكلام اللي احنا شفناه، اللي هو الخط بيجي اهو اخد تاو اهو الماكسيمم تورك انجل و90 هنا و90 هنا، الخط ده تبقى هو على وشك الحركة والبالانس على وشك الايه الحركة، التورك بصفر وكده التورك موجب كل كده موجب، وهنا التورك ايه سالب، يبقى اذا ايه نون دايركشن. الدايركشنال ده اوبزيت والدايركشن ده ايه بوزيتيف، واحط الاتنين مع بعض، يبقى اذا هنا عشان ارسم الايه الدايركشنال ليمنت باخد تاو اهو اللي هي بتساوي فاي انجل او هو هيديها لك، وتعمل خط تاخد عليه عمود، يبقى ناقص زائد 90 وهنا ناقص ايه ناقص 90، ويبقى الكاركترستيك بتاعتها اهي، ادي الدايره بتاعتها بتاع الامبيدنس اللي الريلي هيشتغل، يبقى واحد. الدايركشنال لو شايفها كده الناحيه دي الامبيدنس، ما هم الامبيدنس بيشوف هنا وهنا 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 الأربعة،
انما الدايركشن ما بيشوفش الا قدامه بس. هنا لو الدايركشن لاند ده اشتغل وشاف هنا يبقى الكاركترستيك دي يعني هي اللي هتشوف، يبقى التريب كويل اهو. واحنا قلنا ده زون 1 زون 2 زون 3 زون 4 زون 5 زي ما انت عاوز. والماكسيمم تورك بيحصل عند تا، ولو هو قال لك قيمه يبقى هي القيمه اللي حدهولك، لو ما قالكش القيمه يبقى انت بتاخدها هي زاويه الخط اللي انا بحميه. المو كاركترستيك المعادله برضو بتاعه التورك بنخلي كي واحد بصفر، اوكي، والتورك بيساوي كي 3 في اي كوزاين فاي ناقص تاو ناقص كي 2 في 2 ناقص 4. هنهمل ده، وبنقولنا ان السيستم بيشتغل امتى؟ لما الريستريننج تبقى اقل من الاوبريتنج، يطلع لك في على اي اقل من زد، ودي معادله بتاعه دايره تمر بنقطة الأصل، محيطها يمر بنقطة الأصل دي بنسميها موهو كاركترستيك. إزاي نرسمها؟ نيجي لتاو أهو ونرسم الماكسيموم تور أنجل، ونقوم عاملين نيجي على المركز هنا، ناخد نص الدايرة بتاعتنا اللي هي زد على 2، لأن القطر ده كله هو زد، وزيد على 2 نفتح الدايره، ترسم نص مر في نص النقطه الايه الارض اصلا عاوزها اوفست، يبقى ده زون واحد اهو اللي بيكنترول بيشتغل انستنتينيوس والكنترول اوتر كلوزر، وده زون 2 اللي بعد تايم، وده زون ايه 3. ده الماكسيمم تورك ايه انجل اللي هو بيحصل عند مين؟ عند تاو بتساوي الفاي. لو انا ما اديتلكش تاو، انما لو اديتلك تاو خلاص ده الاوفست. يعني ايه اوفست؟ يعني ما هوش مر بايه؟ بنقطه الاصل. اوفست ازاي اجيبه؟ افرض انه قال لك اوفست 10%، يبقى مركز الدايره ده يسقط 10% تحت. The center of the Moho characteristic are always on the maximum torque angle اللي احنا قلناه، اللي هو الماكسيمم تورك انجل، اللي هو عباره عن الخط اللي بينه وبين الافقي تاو. لما نديها لك، لو انا ما اديتها لكش يبقى هي ايه؟ زاوية الخط. الرياكتنس، الرياكتنس من اسمه ما بيشوفش الا الرياكتنس باكس اكس. The torque of the reactance relay is given by اهي معادلة، قلنا لازم الريستريننج ده يبقى اقل من مين؟ من ده اهو. طيب يبقى ده في على اي ساين زاوية يساوي كونستانت كي. هلا ده في على اي يعني زد، طب زد في ساين الزاوية معناها مين؟ اكس، يبقى بياخد الاكس اهي، ده الاكس. هلا ده الريلي بالشكل ده هيشوف قدامه وشو وراه، يبقى محتاج دايركشن الينت. الدايركشن امتى؟ لما اما نبقى نعمله خط، او ممكن نعمله ايه، خلي بالكوا هنا المو كاركترستيك دايركشنال هو لوحده اهو، دايركشنال المو كاركترستيك دايركشنال ريلي، ده الميزه بتاع الايه بتاع المو كاركترستيك. يبقى ده محتاج دايركشنال لما اعمله، لما اعمله خط مستقيم الدايركشنال، او اضيف له مو ايه كاركترستيك كده. يبقى الرياكتنس ريلي ده ما بيشتغلش لوحده، لازم يشتغل بايه؟ معاه دايركشنال ليميت، والدايركشنال ليميت في الغالب تبقى مو هو ايه؟ مو هو كاركترستيك في الزون زون 3 او زون 4، يبقى ده الكاركترستيك. المو هو الرياكتنس ريلي ميزتها ايه؟ ان ملهاش دعوه بالارك ريزيستنس اطلاقا، لان هي ما بتحسبش مين؟ الارك، الار، وبناء على الارك ريزيستنس مش محسوب لانه بيشوف الاكس بتاع الخط بس. الرياكتنس اند امبيدنس ريلي كاركترستيك
with ما هو دايركشنال الريأكتنس والإمبيدنس بيبقوا معاهم ايه؟ ما هو كاركترستيك اللي هي زي ما احنا قلناها اللي هو اللي هو الزون 4، الزون 4 او الزون 3 زي ما هم ايه هيخطئ يقول لك. لو هو احنا هنا الديستنس اللي وانا استخدمت دايركشنال اليمنت اللي هو استخدمناه في الاوفر كرنت اللي يبقى هيبقى بالشكل ده. طب لا يبقى ده الاوبريتنج ايه اريا بتاعتي وده نيجاتيف. طب لو استخدمت الديستنس اللي هي الامبيدنس اللي ده وعملت له دايركشنال كده يبقى الاوبريتنج اهو الاحمر ده، لان الريلي ما بيشتغلش الا لما مين؟ الا لما الاثنين امبيدنس او الرياكتنس يشتغلوا والدايركشن يشتغل يبقى تريب. طب الرياكتنس ادي الرياكتنس زون 1 وده زون 2 زون 3 اهو معمل رياكتنس ايه؟ ما هو كاركترستيك، يبقى الزون بتاع الاوبريشن هو ده بس. وكده يبقى احنا خلصنا نص الجزء بتاع الديستنس ريلي، وان شاء الله المحاضرة نمرة 13 نخلص الجزء بتاع الديستنس ريلي ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين وتنجحوا بالسلامة. بس اهم حاجة خلي بالكم نفسكم وما ايه ما تخرجوش وخليكم في البيت وما تشتغل شغل الايه شغل الشباب بقى المتهور، وبعدين تبص تلاقيك نفسك تعيا واهلك يعيوا وتبهدل الدنيا، وربنا يسترها معانا يا اولاد. ان شاء الله تنجحوا وتستوعبوا اللي احنا بنقوله، ونتمنى لكم ان شاء الله الخير باذن الله.